الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. سؤال بيتكرر كتير، مين أفضل، كلب المالينو ولا كلب الجيرمان شيبرد؟ محتار تشتري مين فيهم؟ يبقى لازم تتعرف على الكلبين عشان تقدر تحدد الكلب المناسب ليك. قبل ما نبدأ احنا بنرحب بيكم، لو انت جديد معانا في القناة ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. دلوقتي احنا هنقدم اهم صفات الكلبين وهنبدأ بالسرعة. كلب المالينو وكلب الجيرمان تقريبا سرعتهم متقاربة من بعض، لكن الفارق يبقى لصالح كلب المالينو، والكلبين بيتميزوا بالمرونة العالية وقوة القفز، ولكن المالينو بيتحمل جهد اكبر من الجيرمان. من ناحية الحجم يعتبر الكلبين في نفس الحجم، لكن الجيرمان اضخم بنسبة قليلة، والكلبين تقريبا في نفس الطول اللي بيتراوح بين 60 ل 66 سنتي. من ناحية القدرة على الحراسة فالكلبين ممتازين جدا في الحراسة، وده لان شراستهم عالية بالفطرة، بيتحملوا جهد عالي، وده يديهم ميزة القدرة على حراسة الاماكن الواسعة. التدريب والقدرة على التعلم، الجيرمان بيتفوق على المالينو في السرعة على التعلم، ولكن الفارق بسيط، الكلبين بيتعلموا بسرعة واذكياء جدا، ومن اذكى الكلاب في التدريبات وطاعة الاوامر. من ناحية القوة، قوة العض والقوة البدنية واللياقة والقوة الجسمانية تعتبر واحدة في الكلبين، والفارق بسيط جدا. بالنسبة للصحة، بيعاني الجيرمان من تساقط الشعر المستمر وخشونة المفاصل، لكن المالينو شعره صحي وقوي، مناعة الكلبين ضد الأمراض ممتازة جدا. من ناحية العمر، الجيرمان بيعيش من 9 ل 15 سنة، والمالينو بيعيش من 12 ل 14 سنة. التوالد في الكلبين بيوصل ل 16 جرم. دلوقتي انت تقدر تحدد بنفسك ايه النوعية المناسبة ليك. شكرا للمشاهدة، لو عندكم اي اسئلة او استفسارات اكتبوها في الكومنتس واحنا هنجمعها ونرد عليها. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك والشير.